تقدر تقول له اشترهم طز اكملهم؟ طبعا ما اقدرش. لازم تشرب عشان تستحمل رزالة اللي جابوها. والله حتى لما بشرب ما بقدرش استحمل رزالة اللي خلفوها. عشان نجيب بيه غير طريف طعمية. طبعا انا اللي باع عمره عشان يشتري حريته. انت تقعد تهزلي في راسك كده؟ خد ود معايا في الكلام. حاضر. اسألني بقى عمرك واشتريت حريتك ازاي نجيب؟ ازاي؟ طب صب. انا في الدنيا دي زي اللي دخل بره وهو عنده 20 سنة. شرب اول كاس لفت بيه الدنيا لقى عنده 30. شرب التاني لفت بيه الدنيا لقى عنده 40. التالت لقى عنده 50. الرابع ما عدش بقى ما سألش وكمل شرب. ليه يا طريف؟ لأن حريته أهم. فهمت؟ لا. إزاي؟ يعني أكذب؟ أيوه أكذب. فهمت طبعا. جدع. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.